الصورة اللي بعد. ذهب. غارث بيل العراقي ها؟ إيه إيه. تعرفه؟ نعم منه إيه متواصل ويا داعم. نهل البصرة. أهل البصرة إيه البصرة. لما رحنا للعبة مال خطية همنا دعانة وهاي لا اللعبة مال المنتخب. مال المنتخب الوطني إيه. إيه. إيش قد نسبة الشبه بينه وبين غارث بيل الأصلي؟ والله. نقصه في السمن يعني شبه. شويه سمن اي شويه يعني تقريبا شبه قصه الشعر اللي كله الكريزما بصوره قالب الوجه كله هو حتى لك. يعني يسوي مثل ترتيبات غارث بيل مثل شنو يعني مثلا مشيته لعبه حركته شلون هيك مهاره هم كم مره ملتقي بيه لا ما جيت من ما التقيت بيه وجها الى وجه بس متواصليني وين تتواصلون على مواقع التواصل يعني؟ اي دائما خابرني التليفون من رحنا للبصره قال تعال يمي بس احنا ماخذين فندق يعني كنا اي ومن نجي لبغداد خطا يمينا جهنا للرابطه عندك تواصل وياه؟ اي على التواصل الاجتماعي دائما اشجعه شو اسمه؟ اثنينكم ما قلتوا لي شو اسمه؟ ليف اصور محمد 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 وليف محمد؟ اي اها تحياتنا لمحمد من البصره اي ذهب له الصوره اللي